بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على الـ Ulcers of Intestine، سواء الـ Ulcers of Small Intestine أو الـ Ulcers of Large Intestine. هنتكلم بسرعة على الأناتومي بتاع الـ Intestine. بتنقسم عندي لجزئين، في Small Intestine وفي Large Intestine. هنا عندي Large Intestine هي عبارة عن السيكا، Ascending Colon، Transverse Colon، Descending Colon، Sigmoid Colon، ريكتم وإين الكنال. سمول انتستين بتنقسم للديودنم، وبعديها الجوجنم، وبعديه الإليوم اللي بيفتح فيه السيكم في المنطقة بتاعة الإليوسيكال جنكشن، وده الأبندكس. الهيستولوجي بتاع سمول انتستين بيبقى عبارة عن لونج فيلاي زي ما انتم شايفين، وفي الساميوكوزا بتتميز بوجود لينفويد فوليكلز كبيرة بسميها البيرز باتش. صورة أقرب بتبين لي اللايننج بتاع الفيلاي بتاع السمول انتستين، عبارة عن طول كولامنر ابيثيليوم وفيها سكاترد جوبلت سيلز مسؤولة عن الميوكاس سيكريشن. هنا الهيستولوجي بتاع اللارج سيلز بيبين لي ديبر كريبس، الكريبس بتاعة الميوكوزا جلانس بتبقى ديب وبيبقى فيها عدد أكبر من الجوبلت سيلز. نيجي نتكلم على الألسر. لازم أفهم يعني إيه ألسر. ألسر معناها loss أو defect in the surface epithelium. طيب هو surface epithelium بتاعي ده موجود فين؟ surface epithelium بينقسم لنوعين، يا إما covering epithelium يا إما lining epithelium. الcovering epithelium ده بيتمثل في skin، وده بيبقى عبارة عن squamous epithelium، أو lining epithelium اللي بيعمل lining للtracts اللي جوه الجسم، زي GIT gastrointestinal tract وزي urinary tract. طيب انا اللي يخصني النهارده الالسرز اللي بتبقى موجوده في الجاسترو انتستينال تراكت او في الانتستين بوجه خاص. طيب يبقى الانتستينال ابيثيليوم اللي عباره عن طول كولامنر ابيثيليوم لما بيحصل لص في جزء منه ده بسميه السر. الانواع الخاصه بالسمول انتستين او الالسرز اللي بتحصل في السمول انتستين فقط هي البيبتيك السرز والتيفويد السرز. الألسرز اللي بتحصل في اللارج انتستين فقط فهي زي الأميبيك ألسر والباسيلاري ديزنتري والبلهارزيا الألسر والألسراتيف كولايتس. أولا هنتكلم على الألسرز الخاصة بالسمول انتستين فقط وسلوبينج ديستل، يعني لو بصيت هنا هلاقي الإيدش عالي أوفر هانجينج قابب لفوق، إنما لو جيت بصيت على الديستل إيدش بلاقي سلوبينج منحدر ناعم طالع بسلاسة. طيب الدبس بتاعها بيبقى حسب السيفيرتي بتاعت الكيس، ممكن تكون مايلد ألسر أو ألسر مش جامدة قوي، تبقى في الميوكوزا بس، أكتر شوية توصل للسب ميوكوزا، أكتر كمان توصل للمصل لير لغاية ممكن تعمل بيرفوريشن في الفيري سيفير كيسز. طب الفلور هيبقى شكله ايه؟ هل هيبقى فيه نيكروتيك تيشو ولا هيبقى سموث؟ لا هيبقى سموث نتيجة الافكت بتاع ال HCL بيعمل ديجيشن للتيشو اللي موجود في الفلور ويبقى سموث خالص. البيز بيبقى نتيجة الفايبروزس، بيبقى فيكسد وبيبقى انديوريتد، والسيروزا اللي عاملة كوفرنج للمنطقة دي بيبقى طبعا فيها some sort of inflammation، وبالتالي بتفقد اللاستر بتاعها وتبقى اوبيك. ده شكل البيبتيك ألسر. قلنا ان هي في الانتستين اول مكان ممكن تبقى موجوده فيه الفيرست بارت اوف ذا ديودن، وده طبعا الكومونست. تاني حاجه ممكن تحصل في حاجه اسمها ميكلز دايفيرتيكولم. ايه هي الميكلز دايفيرتيكولم؟ دي عباره عن كونجينيتال دايفيرتيكولم او انفاجينيشن بيطلع من الوول بتاع الانتستين، بيحصل في 2% من البوبوليشن، وده بيبقى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. زي ما احنا شايفين هي دي الميكلز دايفيرتيكولم طالعه من الوول واخده كل اللايرز بتاعه السمول انتستين معاها او الاليوم بوجه خاص، بيكون اللايرز بتاعه الوول بتاع الميكلز دايفيرتيكولم. طيب البيبتيك ألسريشن ليه تحصل في الميكلز دايفيرتيكولم؟ لان الميكلز دايفيرتيكولم بيسموها الديزيز اوف تو. يعني ايه ديزيز اوف تو؟ يعني بتحصل في 2% من population، بتحصل او بتبقى موجودة في 2 انش
او سوري بتبقى 2 فيت فروم ذا اليوسيكال جانكشن، بيبقى طولها 2 انش، وبيحصل فيها بيبتيك ألسريشن في 2% من الحالات. ليه بيحصل فيها بيبتيك ألسريشن؟ عشان في 2% من الحالات اللي فيها ميكلز دايفيرتيكولم، الميكلز دايفيرتيكولم دي بيلاقوا فيها هيتيروتروبيك جاستريك ميكوز، يعني جاستريك ميكوزا في مكان ابنورمال، حاجه كونجينيتال ابنورماليتي بتخلي في جاستريك ميكوزا في الميكلز دايفيرتيكولم، وبالتالي ممكن يحصل فيها بيبتيك ألسريشن. يبقى اذا ده تاني مكان البيبتيك ألسر ممكن يحصل في الانتستين. تالت مكان ممكن يحصل في بيبتيك ألسريشن هو الجاسترو جوجنوستومي سايت. ايه هو الجاسترو جوجنوستومي؟ ده جانكشن او فتحة بيفتحها الدكتور بين الاستومك وبين الجوجنم عشان يعمل باي باس او يعدي المنطقة اللي بين الاستومك لغاية الجوجنم اللي هي المنطقة بتاعت الجوجنم. نفرض ان في تيومر عامل انفيجن المنطقة دي، سواء مثلا من البنكرياس او من الجوجنم او طالع في الجوجنم نفسه، والدكتور عايز يعدي الانتستين، عايز يعدي الابستراكشن ده، فبيفتح فتحة من الاستومك على الجوجنم بيسميها جاسترو جونوستومي، وبالتالي ال HCL ممكن يعدي من الاستومك ويأفكت الجزء الكونكتد معاه اللي من الجوجنم ويعمل فيه بيبتيك ألسريشن. يبقى هم دول التلات أماكن اللي بيحصل فيهم بيبتيك ألسريشن في السمول انتست. طيب النوع التاني من الانتستينال أو السمول انتستينال ألسرز هو التايفويد ألسرز. هو ايه التايفويد ألسرز دي أو ايه اللي بيسببها؟ اللي بيسببها حاجة اسمها تايفويد فيفر، ده عبارة عن انفكشن بيحصل عن طريق سالمونيلا باسيلاي، بسميها السالمونيلا تايفي. سالمونيلا تايفي دي ازاي بيحصل او الميثود اوف انفكشن بيها؟ ان هي بتبقى اورالي او عن طريق الانجيشن، ان البني ادم ياكل حاجه كونتامينيتد بالاورجانيزم اللي هي السالمونيلا تايفي. طيب السالمونيلا تايفي دي تحب تروح قوي على الليمفويد تيشو، فلما البني ادم بياكل حاجه كونتامينيتد بالباسيلاي، الباسيلاي دي بتنزل في الانتستين، بتقوم الماكروفاجس اللي موجوده في الانتستين تاخد الباسيلاي دي لانها جسم غريب، وتوديها فين؟ توديها على الليمفويد فوليكلز اللي موجوده في الاليوم اللي انا قلت عليها اسمها بيرز باتش. يبقى اذا المكان اللي بتروح عليه الباسيلاي بتاعت السالمونيلا هي البيرز باتش اللي موجوده في الاليوم، وده المكان اللي بيحصل فيها بروليفريشن للباسيلاي، وبعد كده ترجع تعمل انفيجن البلود ستريم وتنتشر في الجسم كله. طيب الباثولوجي اللي هي بتعمله في الجسم، هي ممكن تعمل انتستينال ليجنز، ممكن تعمل ليجنز بره الانتستين اللي بسميها اكسترا انتستينال ليجنز. اللي يهمني الانتستينال ليجنز، لما تتمركز الباسيلاي في الليمفويد تيشو اللي هو البيرز باتش بتعمل بروليفريشن، والبيرز باتشز دي بيحصل فيها هايبربليزيا وتفضل تكبر في الحجم وتضغط على الميوكوزا اللي فوقيها لغايه ما تعمل فيها ألسريشن اللي بسميها التايفويد ألسر. طيب التايفويد ألسر دي بيبقى شكلها عامل ازاي؟ التايفويد ألسر بتاخد شكل الليمفويد فوليكل. الليمفويد فوليكل غالبا بتبقى واخده شكل اوفل، والدايركشن بتاعها او اللونج اكسس بتاعها بيبقى ماشي مع اللونج اكسس بتاع السمول انتستين او بتاع الاليوم. يبقى اذا لما هيحصل ألسر فوق البيرز باتش الاوفل دي، هيطلع لي ألسر شكلها برضو اوفل، وهيبقى اللونجيتودينال اكسس بتاعها ماشي مع اللونجيتودينال اكسس بتاع الانتستين او بارالل لي. تاني حاجه الإدج بتاع الألسر أو التايفويد ألسر بيبقى undetermined، يعني ملوش شكل محدد، بس بيبقى raised above surface، ما بيبقاش بسوى surface، لأ بيبقى raised شوية لفوق. ده شكل التايفويد ألسرز زي ما انتوا شايفين اهي، longitudinal axis بتاعها ماشي مع longitudinal axis بتاع الانتستين، وشكلها oval in shape. طيب دول النوعين الخاصين بالسمول انتستين. طيب الالسر بتاعت اللارج انتستين، الانواع الخاصه باللارج انتستين بتبقى عباره
عن اول حاجة الباسيلاري ديزيتش. ده نوع من الانفكشنز بيبقى بسميه اكيوت سودوموناس سوري سودو ميمبرنس انفلاميشن. يعني ايه الكلام ده؟ لو نفتكر في انواع الانفلاميشن اللي خدناها في اول السنة، السودو ميمبرنس انفلاميشن ده كان بيسبب الفورميشن اوف سودو ميمبرين على الجزء اللي فيه انفكشن او على الميوكوزا الانفكتد، والممبرين ده كان بيتكون من الفايبرين والديد سيلز او النيكروتيك سيلز والاورجانيزم والباس سيلز والبلاد سيلز وفات سيلز، بيتكون من كذا حاجه، والانفلاماتوري سيلز طبعا، وبيكون سودو ممبرين بيبقى لازق على السيرفيس بتاع الميوكوزا بتاعه الانتستين. طيب السودو ميمبرين ده لو اي حتة هارد فود او اي حاجة معدية عملت له تروما وشالته من مكانه، هيسيب مكانه ايه؟ هيسيب مكانه مالتيبول سوبرفيشيال الريجولار ألسرز، وهي دي الألسرز اللي بتحصل في الباسيلاري ديزنتري. اللي بيسبب لي الباسيلاري ديزنتري دي أورجانيزم او باسيلاي بسميها الشيجيلا. زي ما قلنا النوع الثاني من الالسرز اللي بتحصل في اللارج انتستين هو البلهارزيال الالسرز. خدناها قبل كده ان البلهارزيال الالسرز دي بتحصل on top of الساندي باتشز اللي هي بتبقى areas فيها large number من البلهارزيال اوفر في الميوكوزا بتاعه الانتستين، وبيحصل فيها كالسيفيكيشن، وممكن يحصل on top عليها ulceration، او ممكن بتحصل نتيجة sloughing او ان حتة بالهارزيال البوليب وقعت نتيجة تروما مع الفود اللي بيعدي في الانتستين فتسيب مكانها بالهارزيال الالسر، ودي بتبقى شالو وبتبقى irregular وبتبقى sharp edge، والفلور بتاعها بيبقى فيه grayish granular tissue. في الاغلب اغلبية انواع الالسرز هتلاقيهم كلهم الريجولار والإيدجز بتاعتهم مش ديترمايند قوي، إلا البيبتيك ألسر والتايفويد ألسر هما اللي ليهم شيب معين اللي هما بياخدوا الأوفل شيب. أما باقي الألسرز فهتلاقيها غالبا بتبقى الريجولار مارجن. الألسر دي بتبقى مالتيبول كذا ألسر، بشرط إن الإن بتوين ميوكوزا تبقى هيلثي ما فيهاش انفلاميشن، والإيدجز بتاعت الألسر بتبقى irregular أو شاجي، وبتبقى undermined. يعني إيه undermined؟ يعني الجزء اللي في الصبميوكوزا بيبقى أوسع من الجزء اللي في الميوكوزا، أو الدستركشن اللي في الميوكوزا بيبقى أقل من الدستركشن اللي في الصبميوكوزا، والفلور بيبقى واصل لحد الصبميوكوزا أو الماسكولوزا. ده شكل الفلاسك shaped ulcer او الاميبك ulcer. زي ما قلنا هنا ده destruction بتاع الميوكوزا، شايفين ضيق عامل نيك صغيرة، بعد كده ينزل في الصب ميوكوزا يبقى destruction اكبر واوسع، وبالتالي ياخد لي شكل الفلاسك shaped. النوع اللي بعد كده واتكلمنا عليه قبل كده اللي هو الالسراتيف كولايتس، قلنا ان نتيجة الكرونيك انفلاميشن اللي بيحصل في الحالات دي بيحصل مالتيبول ulcerations في الميوكوزا بتاعة الكولون، زي في الجزء ده هنا كده. في بقى الالسرز اللي بلاقيها في لارج انتستين وفي سمول انتستين مع بعض. اول حاجة التوبركلوس ألسر، دي خدناها قبل كده نتيجة الانفكشن بالانتستينال تي بي، وده بيجي طبعا عن طريق الانجيشن اوف كونتامينيتد ميلك. دي بتبقى مالتيبول ألسرز بتاخد شيب اوفل، بس هنا بتختلف عن التايفويد ألسر. لو تفتكروا التايفويد ألسر كان الأكسس بتاعها كان لونجيتودينال ماشي مع الأكسس بتاع الانتستين، لا هنا الأكسس بتاع الألسر هيبقى at right angle للونج أكسس بتاع الانتستين، يعني هيبقى عمودي عليه، هيبقى بالعرض. الأوفل شيب بتاع الألسر هيبقى بالعرض at right angle للونج أكسس بتاع الانتستين.
ليه هنا بقى؟ لان احنا عارفين ان الباسيلاي بتاعت التي بي بتنتقل عن طريق الليمفاتكس او الليمف فيستس، طيب، وتعمل الليمفانجايتس. طيب هنا الليمفاتكس بتاعت الانتستين بتبقى ماشيه حوالين الانتستين بشكل سيركمفرنشال، بتلف حوالين الانتستين، وبالتالي لما هيحصل ألسر اون توب اوف الليمفاتكس هتاخد نفس الدايركشن بتاع الليمف فيسلز، وبالتالي هتبقى ماشيه ترانسفيرس على اللونج اكسس بتاع الانتست. الايدجز بتاعت الألسر هنا هتبقى برضو اندرمايند زي الألسر بتاعت الاميبك ألسر، لان السب ميوكوزال ديستراكشن هيبقى اكتر من الميوكوزال ديستراكشن. البيز هنا هيبقى سموث والمارجنز هتبقى الريجولار. زي ما احنا شايفين هنا دي الألسرز بتاعت التي بي، شايفين هنا اهي ترانسفيرس، ما هياش ماشيه مع اللونجيتودينال اكسس بتاع الانتستين، لا دي عموديه على اتجاه الانتستين، الاكسس بتاعها كده والانتستين الاكسس بتاعه التوبركولوس. ألسرز دي غالبا بتبقى موجودة في الاليوسيكال ريجون وفي الاسيندينج كول. طيب الكرونز ديزيز برضو بيعمل نوع من الألسرز اللي هي اللونجيتودينال ألسرز والفيشرز اللي بلاقيها موجودة ان بتوين الكوبلستون ارياز بتاعت الكرونز ديزيز، واحنا عارفين طبعا ان الكرونز ديزيز ده بيبقى موجود او بيحب قوي يبقى موجود في الاليوسيكال ريجون. دي صورة برضو بتوضح لي الالسرز او بنسميها سيربيجينس او ملتوية او ثعبانية، بتبقى الالسرز كده رفيعة موجودة بين الكابل ستونز بتاعت الكرونز ديزيز. باقي الانواع اللي بلاقيها مشتركه بين السمول واللارج انتستين، في عندي الكيميكال بويزنينج، لما واحد بياخد سام سورت اوف كيميكال بويزن فده طبعا بيعمل توكسيك افكت على الميوكوزا بتاعه الانتستين سواء السمول او لارج انتستين، سواء في الاليوم او في الكولون، وبيعمل فيها مالتيبل ألسريشن. اليوريميا او الرينال فيلير برضو بيسبب ألسريشن سواء في السمول انتستين في الإيليوم او في اللارج انتستين في السيكم او في الاسندين كولن بوجه خاص، ده نتيجة ان في الرينال فيلير الجسم مش قادر يتخلص من التوكسيك ويست او من التوكسيك ماتيريال، بالتالي بتتحوش في الجسم وبيبقى لها توكسيك افكت على الجسم عامة والانتستين بوجه خاص، وتعمل لي مالتيبول ألسريشنز في السمول واللارج انتستين. اخر حاجة اللي هي المالجنانت ألسرز، طبعا بتبقى موجودة في حالات المالجنانت تيومرز بتاعت السمول انتستين او بتاعت اللارج انتستين، ودايما المالجنانت ألسر بتتميز بصفات كده عامة في اي مالجنانت ألسر، بلاقي ان الايدجز بتاعتها بتبقى ريزد وايفيرتد، بتبقى عالية وتبقى طالعة لبرة، وبيبقى الفلور بتاعها نيكروتيك نتيجة النيكروزز بتاع المالجنانت تيومر نيكروتيك وهيموراجيك، والبيز بتاعها بيبقى فيكسد وانديوريتد وناشف نتيجة الانفيجن بتاع المالجنان تيومر في الاندرلاينج تيشو. كده احنا خلصنا انواع الالسرز اللي ممكن تحصل سواء في السمول او في اللارج انتست. نحل الام سي كيو على الموضوع بتاعنا النهاردة. التايفويد ألسر occurs in appendix ولا small intestine ولا large intestine ولا all of the above. طبعا التايفويد ألسر بتحصل زي ما قلنا في small intestine فقط، الإجابة B. تاني سؤال، the following ulcer is precancerous. احنا عايزين نعرف مين من الألسرز دي ممكن يقلب malignant، هل هي البلهارزيا الألسر ولا الألسرز بتاعت الباسيلاري ديزنتري ولا الأميبك ألسر ولا الألسرتيف كولايتس. طبعا احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده في المحاضرة بتاعت الألسرتيف كولايتس، وعرفنا ان في 10% من حالات الألسرتيف كولايتس لونج ستاندينج ممكن تقلب بي كولون أدينوكارسينوم، يبقى اذا الإجابة هنا هتبقى دي ألسرتيف كولايتس. ثالث سؤال، the following intestinal ulcer occur in both small and large intestine.
هي اميبك ألسر ولا بيبتيك ألسر ولا بالهارديال ألسر ولا تيوبركولاس ألسر. ال following intestinal ulcer occur in both small and large intestine. مين في دول بيحصل في الاتنين، في السمول واللارج انتستين؟ طبعا هيبقى التوبركلاس ألسر. الإجابة دي الريفرنسز اللي ممكن نرجع لها علشان نقرأ أكتر عن موضوع الألسرز of the intestine. Thank you.